كنت عايزة أسأل حضرتك، أنا ليا أخ أكبر مني، نعم. أخويا الكبير يعني، فهو متجوز واحدة، وأنا بابايا متوفي من وأنا عندي 5 سنين، فهو تمام. متجوز واحدة كانت متجوزة قبل كده ومعاها 4 أولاد، ماشي. ولد كبير ومعاها 3 عيال معاها دلوقتي. طيب. فهو يعني ما بيجيش يسأل عليا خالص، ولا يعني ليه دعوة بينا نهائي. طب يا نورهان أسألك سؤال، اتفضل. ايه علاقة ان زوجتي متجوزها قبل كده ها بعلاقة ان هو ما بيسألش عليكي؟ حضرتك انا يعني بسألك هو سؤال واضح جاوبي عليه، ايه علاقة ان مراته، ان حضرتك قلت على الهوا دلوقتي او فتشتي امر في زوجته او انت شايفة ان انت بتتكلمي على زوجته هي متجوزها قبل كده، ايه علاقته بصلة الرحم بتاعتك؟ طب ايه علاقة ان ليها 4 عيال بصلة الرحم بتاعتك؟ ان هي اصلا بني ادمه مش كويسه. احنا مالنا ومالها؟ احنا مالنا ومالها؟ سؤالك ايه يا ست نورهان؟ فهو دلوقتي بيجهز ولادها، انا مخطوبه، فهو دلوقتي بيجهز ولادها ماشي، وما بيسالش علينا خالص. طيب يا ست نورهان حاضر، عندك تليفونات تانية يا سيدي احمد؟ طيب وانا قلت حد شويتين؟ لا ولا حاجة، ولا حد ولا حاجة، ولا عصبي ولا حاجة زي ما الناس بتقول، انما انا عايزين نتعلم ادب الشكوى، مهم جدا لما تيجي تشتكي تتعلم ازاي تشكو. انا النهاردة بتكلم على اساءة اخويا او قطيعة رحم اخويا، مالها مرات اخويا اللي دخلها؟ يعني كلموني بالعقل يا جماعة، مالها؟ طيب مرات اخويا اللي موصياه ومحرضاه يقطعني، ماشي خلاص، يبقى مرات اخويا محرضاه يقطعني، انا مالي ومال ان هي كانت متجوزه قبل كده؟ خدوا بالكم، ده فتش اسرار الناس، ده تفتيش على امور الناس وفضح للناس. انت فاهمه ان انت كده يعني بتجيبي حاجه تسيئها؟ ابدا خالص. اوعوا تفتكروا ان المرأة المطلقة او المرأة الأرملة عار يا جماعة، الله يرضيكم، نعقل شوية ونفهم ديننا. قد تكون المرأة المطلقة امرأة ناجحة تخلصت من انسان فاشل، تخلصت من انسان يدمر الحياة عندها، ومعاها 3 عيال او 4 عيال، انا مالي برضك ومال الـ4 عيال؟ ايه علاقة قطيعة الرحم بقضية الـ4 عيال او 3 عيال؟ يا جماعة نفهم، نسأل ازاي علشان ما نخشش في اسم يا ست نورهان، علشان ما نخشش في بهتان وفي غيبة وفي نميمة ونشيل ذنوب قد كده واحنا عايزين نقرأ واحنا عايزين نسأل. فيا جماعة، يا أخو نورهان لو كنت سامعني يا حبيبي، جزاك الله خيرا على أن سترت عرضا، وجزاك الله خيرا على أن كفلت أولادا ليس أولادك في ميزان حسناتك، وإنما ميزان الحسنات الأعلى والأكثر أجرا نورهان. لو أنت بتجهز الثلاثة دول فنورهان أولى، حتى وإن أساءت، حتى وإن كانت بذيئة اللسان وبذيئة الألفاظ. ليه؟ لأن نورهان عرضك، لأن نورهان سترك. يا سيدي ارجع لربك، ما تعاملش الناس على قدر ما يعاملوك من إحسان وإساءة، وإنما تعامل مع الناس من منطلق رب الناس، علشان يوم القيامة تقول له يا رب نورهان أساءت وقلت أدبها وغلطت فيا وطلعت فضحتني على الهوى، وأنا إكراما لك سترت عرضها وبررت بها ووصلت رحمها. فيا حبيبي يا كريم ارجع، يا سيدي الكريم ارجع، وربنا يجزيك خير على اللي بتعمله، كمل بقى الخير ده واستر عرض نورهان. ويا نورهان حاولي تسألي على اخوك، ويا نورهان ربنا بيقول وقولوا للناس حسنى، لو رفعت سماعة التليفون وقلت له وحشني يا اخويا، ربنا يديك العمر والصحة ويأجرك، انا محتاجة كذا والله سيالين، لكن بالعبارات دي ابدا. ويا جماعة في سورة البقرة ربنا قبل ما يقول لبني اسرائيل صلوا وصوموا قال ايه؟ وقولوا للناس حسنا واقيموا الصلاة واتوا الزكاة. قبل ما يقول لهم صلوا وصوموا قال لهم قولوا كلام حلو، اتكلموا مع الناس بلفظ حلو. فاحنا مشكلتنا اللي مضيعانا ان احنا حتى لما بنيجي نتعاتب بنحدف على بعض طوب، لا،
احنا محتاجين نتعاتب بلفظ جميل، بلفظ حسن، حتى لما نيجي نشتكي. في الظهار قلت لكم المرأة راحت للنبي صلى الله عليه وسلم وقالت له ما قالتلوش ده أوس راجل ما بيعرفش يجيب اللقمة وراجل عصيته طريق، إن أوسا تزوجني وأنا بكر مرغوب فيه، فلما فرط بطني وانحنى ظهري قال لي أنت علي كظهر أمي. شوف الجمال، شوف الأدب قد إيه، شوف التواضع بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ايه. علشان كده سمع الله لها من فوق سبع سماوات، لحسن ادبها ولجميل شكواها رفعت شكواها الى الله سبحانه وتعالى.